من جاكلين مباشرة إلى متابعة لاستعدادات هيئة السكك الحديدية قبل حلول عيد الأضحى المبارك بتشغيل قطارات إضافية اعتبارا من اليوم وصولا إلى يوم عيد الأضحى المبارك. محمد أبو عيطة يرصد أبرز استعدادات هيئة السكك الحديدية في هذا الإطار، كيف بدت هذه الاستعدادات محمد؟ نعم، تحياتي يا أحمد وكل عام وأنت بكل خير. تعلم أن السكك الحديد هي وسيلة يعني مفضلة بالنسبة للعديد من المواطنين للسفر، خاصة في أوقات العطلات الطويلة للسفر والعودة إلى محافظاتهم، وعلى رأس هذه المحافظات التي تفضل السكة الحديد بالطبع هي المحافظات البعيدة أو الحدودية، ومن ثم أيضا محافظات الصعيد بشكل عام. الأستاذ محمود ماهر هو رئيس الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات، وسيطلعنا على المزيد من الخطوات التي اتخذتها الهيئة استعدادا لاستقبال أكثر من 140 مسافرا تحضرت انفسها الى استقبالهم ونقلهم خلال هذه الفتره. برحب بحضرتك استاذ محمود، واطلعنا على بعض التفاصيل يا فندم عن استعداداتكم لنقل كل هذه الاعداد من الركاب خلال هذه العطله. في البدايه بنقول لكل الشعب المصري كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، ودايما السكه الحديد بتشارك جمهور المسافرين المصريين للسفر لذويهم خلال عطله العيد. السنة دي الهيئة استعدت ب 78 قطر مكيف خلال الفترة من 25/7 بداية من النهاردة لغاية يوم 11/8، ده علاوة على 76 قطر مميز كلهم متجهين للوجه القبلي، ده بالإضافة لعندنا 180 عربية علاوة بتضاف على القطارات المجدولة اللي هي في الجدول اللي شغالة يوميا. طبعا أهالينا في النوبة والجعفرة والجمعيات بتاعتهم ليهم 8 قطارات مخصصين ليهم خلال الفترة ديت، يعني بنقدم أو بنتيح حوالي 140,400 مقعد خلال الفترة لسفر الجمهور للوجه القبلي. يبدو ان يا فندم يعني كثافات الركاب زادت بالفعل النهارده رغم ان هو يوم سبت ويوم عطله رسميه، ومن المعتاد ان هو كان بتبقى حركه القطارات او حركه الركاب بتبقى يعني متوسطه الى قليله، لكن اليوم بنشهد مزيد من الركاب، بنشهد ازدحام كبير هذا اليوم. هو طبعا في خلال الاسبوع ده متوقع ان يكون في زياده على اقبال الركاب للسفر، وبنتوقع ان ذروه اقبال الركاب ده هيكون يوم الثلاث والاربع، والهيئه بتستعد وبيكون في طوارئ في الهيئه كلها على مستوى الجمهوريه للعمل على راحه وتامين وسلامه الركاب. كل هذه الاستعدادات يا فندم ومع زياده عدد الركاب المتوقع خلال انتقالهم في خلال عطله عيد الاضحى ايضا تاتي مع تحدي اخر، هو تحدي مواجهه ودحر فيروس كورونا، كيف استعددتم في هذا الاطار لاعمال الوقايه والاجراءات الاحترازيه؟ هو طبعا عشان الهيئه القوميه لسكك حديد مصر بتشهد دايما ثقه من الراكب وبيكون عليها حركة أو كثافة في نقل الركاب، فده كان بدافع كبير جدا للهيئة إن هي يكون في عمليات تطهير وتعقيم للقطارات بصفة مستمرة منذ بداية انتشار الفيروس لغاية دلوقتي. عمليات التطهير والتعقيم دايما لكل القطارات مجرد ما بتوصل أو بتوصل وبتنتهي رحلتها بيبقى في عملية تطهير وتعقيم وغسيل من الداخل ومن الخارج، وبتتعمل تاني أو بتطهر تاني مع بداية الرحلة الجديدة، ده علاوة على عمليات التطهير والتعقيم في المحطات، وبيكون في تركيز على المداخل والأبواب وشبابيك التذاكر من بره ومن جوه لضمان سلامة الراكب. السوق السوداء للتذاكر أستاذ محمود دي كانت ظاهرة بتتكرر في عديد من المناسبات في الفترة اللي فاتت، فعلا يعني شفنا انها ابتدت تقل تدريجيا، الان هذا العيد كيف يعني تحاصرون هذه الظاهرة؟ هو دايما السكة الحديد بنحارب وبنقاوم السوق السوداء، والحمد لله خلال السنوات الأخيرة في نجاح كبير للهيئة لمحاربة السوق السوداء، وده من خلال الأساليب اللي اتبعتها الهيئة في صرف التذاكر لجمهور الركاب
وتقريبا الراكب دلوقتي بياخد تذكرته وهو قاعد في البيت. الهيئه الابلكيشن او الانترنت تمام، يعني احنا في عندنا شباك التذاكر ده من اقدم الوسائل للحصول على التذكره. في عندنا 33 مكتب منتشرين على مستوى الجمهوريه، في عندنا 20 ماكينه صرف تذاكر اليه، دي الراكب بيتعامل معاها بنفسه، مجرد بيخش ويحط بياناته ويحط التذكره وبياخدها. ده بالاضافه لموقع الهيئه على الانترنت، وكمان التطبيق البرنامج المحمول لواقط اراط مصر، ممكن الراكب بينزله وبيدخل بياناته وبيحجز على طول وهو قاعد في البيت. رئيس الاداره المركزيه للتسويق والمبيعات بهيئه سكك حديد مصر الاستاذ محمود ماهر، شكرا جزيلا لحضرتك على هذا اللقاء. واحمد، كما رايت هناك العديد من الاستعدادات لخروج الركاب وسفرهم بسفر امن وعلى صعيد الامن الخاص بانتقالهم ووصولهم في وقتهم المحدد اليهم بمشيئه الله، اضافه ايضا الى وقايتهم في هذه الظروف من جائحه كورونا. اليك من جديد. شكرا جزيلا لك محمد ابو عيطه على الهواء مباشره من محطه سكك حديد مصر، وكذلك الشكر لجاكلين ماهر التي كانت معنا وقد رصدت صرف معاشات شهر اغسطس بشكل مبكر بدءا من اليوم، والشكر كذلك لابراهيم عزت الذي كان معنا في بدء هذه الجوله من امام مقر الهيئه الوطنيه للانتخابات، شكرا جزيلا لكم.